بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 34، وهي متابعة حول العنوان السابق التطرف الديني ودعوى تخريب البنوك الوطنية. تحدثنا في الحلقة الماضية عن هذه الدعوة، وفصلنا القول في الرد عليها تفصيلا، وهذه متابعة حول نفس الموضوع. أقول لمحدثي إننا إذا سرنا مع المبادئ والأصول الاقتصادية في أدق حدودها، وجدنا أنفسنا أمام نظامين اثنين لا ثالث لهما. إما نظام يتضامن فيه رب المال والعامل في الربح والخسارة، يربحان معا ويخسران معا، أو نظام لا يشترك فيه العامل، لا يشترك فيه معه لا في ربح ولا في خسارة، ولا ثالث لهما إلا أن يكون تلفيقا من الجور والمحاباة. طب إيه المخرج؟ لقد عرض صاحبي أن يكون المخرج عقد مضاربة يفترض من المصرف العميل، وقلنا إن الحلال والحرام لا يبنى على التخيلات ولا يبنى على الافتراضات، يبنى على الحقائق والوقائع. تخيل المخادنة، العلاقة غير المشروعة بين الرجل والمرأة، هل يمكن لأحد أن يقول نفترض أن بينهما عقدا، نفترض أنهما اتفقا على الزواج، نفترض أنهما أجريا عقد زواج شرعي صحيح، ألا تكون علاقة صحيحة؟ نعم تكون لو حدث هذا العقد بالفعل، لكن المشروعية لا تبنى على مجرد الخيالات، إنما تبنى على الحقائق والوقائع. إذا أردت أن تجعل العلاقة بين البنك وعملائه علاقة مشروعة، اجعلها علاقة مضاربة حقيقية وليست افتراضية. وهذه قضية البنوك الإسلامية في العالم، هكذا بزغت شمسها وهكذا أطل بدرها. اللي حصل، أحد أساتذة الاقتصاد الإسلامي في مصر دكتور عبد الله العربي فكر في إنشاء أول بنك إسلامي. فكيف انطلق؟ قال البنك التقليدي بيتاجر في الديون، يقترض بفايدة، يقرض بفايدة أعلى، يربح الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. طب إحنا نعمل إيه عشان نحل المشكل ده؟ نشيل عقد القرض في العلاقة بين البنك وعملائه ونخليه عقد قراض، عقد مضاربة. يعني البنك يستقبل المال باعتباره مضاربا وعاملا في هذا المال، صاحب المال يشارك في الربح، وإذا حدث خسر بغير تفريط أو تعدي يتحمله رب المال ويخسر العامل جهده، كما هو النظام المعلوم والمتفق عليه في عقد المضاربة. يعني نشيل القرض ونحط القراض،
فنجعل العلاقة حقا بين البنك وعملائه، علاقة بين رب مال ومضارب. وتم إنضاج هذه الفكرة وتم ترتيبها لتكون صالحة للاستثمارات الجماعية. البنك قد لا يضارب بنفسه في هذا المال، قد يتبادل المواقع مع طالب تمويل، فيتحول هو إلى رب مال وطالب التمويل إلى مضاربين. فالمضاربة وإعادة المضاربة عملية كبيرة تم تقنينها وترسيمها من خلال القرارات المجمعية ومعايير هيئة المعايير الشرعية. وأصبحت المنتجات الإسلامية في عالم التمويل ملء السمع والبصر، ليس في باب المضاربة وحده، بل تم تفعيل معظم العقود الشرعية، تم تفعيل عقد المرابحة وعقد السلم وعقد الاستصناع وعقد الإجارة. عندنا كنوز فقهية نستطيع إذا فعلناها أن نقدم أدوات استثمار إسلامية، منتجات تمويل إسلامية تكون ملء السمع والبصر وينعم بها المؤمنون وتغتبط بها نفوسهم. إيه قصة المضاربة؟ المضاربة دفع المال إلى من يستثمره بجزء من الربح، عقد يجمع بين طرفين، طرف عنده مال وليس عنده خبرة، طرف عنده خبرة وليس عنده مال، تجمع الشريعة بينهما في هذا العقد، عقد المضاربة، دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من الربح. العقد هذا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في أموال أمنا خديجة قبل البعثة. خديجة عندها مال، والنبي شاب عنده طاقة وعنده قدرة على العمل، لكن ما عندهش مال، فاجتمع رأس المال والخبرة في عقد مضاربة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة قبل البعثة. وسافر مع غلامها ميسرة إلى الشام، وفتح الله عليهم وربحوا ربحا كثيرا وأموالا طائلة في هذه التجارة. والعباس كان يستثمر ماله من خلال القرض الربوي قبل تحريم الربا، أو القراض، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. ورفع شروطه في القراض أو في المضاربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز شرطه، كان يشترط على من يأخذ منه المال ألا يركب به بحرا، ركوب البحر مخاطرة، فقد يغرق التاجر أو يغرق رأس ماله، لا تركب بالمال بحرا ولا تسلك بالمال واديا حتى لا تعرض المال لمخاطر، ولا تشتري به ذات كبد رطبة، لايف ستاربس، يعني لا تشتري به حيوانات، البيئة الصحراوية بيئة حارة تتعرض فيها الحيوانات للموت. فكان يشترط على من يستثمر أمواله ألا يشتري به حيوانات ذات كبد رطبة. ورفع رأسه شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. هذه هي المضاربة، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، عقد مشروع بإجماع المسلمين، لا حرج في توقيتها، نقول نضرب لمدة سنة اثنين ثلاثة، هذا مذهب الأحناف والحنابلة، لا بأس بهذا. ممكن الشخص يضارب لأكثر من صاحب مال، اللي عملته المصارف الإسلامية بتاخد من زيد وعبيد وعمر وآلاف من المستثمرين عندها، فيستطيع المضارب أن يضارب لأكثر من صاحب مال ما لم يشغله هذا عن العمل في المضاربة الأولى. ممكن يعيد المضاربة، يعني يأخذ المال عشان يستثمره، أصبح عنده أموال، يبحث عن أصحاب مشروعات يريدون تمويلهم فيتعاقد معهم ويتبادل المواقع، فيصبح هو صاحب مال وهم يصبحون مضاربين. ودي فكرة المصارف الإسلامية التي وجدت لها في الفقه الإسلامي مدخلا ومخرجا. وله أن يشارك بهذه الأموال آخرين.
الربح في المضاربة لابد أن يكون معلوما، بس مش مبلغ مقطوع ولا نسبة من رأس المال، بل يقسم بينهما على الشيوع. ما يرزق الله من الربح فهو بين الطرفين على الشيوع، فلا يصح أبدا أن يعين لأحدهما مبلغ مقطوع. إذا حدث هذا تفسد المضاربة بلا منازعة وتتحول إلى قرض بفائدة. أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لأحد منهما. من القواعد الجميلة أن الربح في المضاربة وقاية لرأس المال، ليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال أولا. مثل المؤمن كمثل التاجر، لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله. كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه. الربح يقسم بين الطرفين على ما يتفقان عليه، مش لازم يكون أي قدر من الربح، مسألة تحكمها آليات السوق وقوانين العرض والطلب. الخسارة تكون على رب المال وحده، ولا يخسر العامل إلا جهده. ولا نضمن العامل أو المضارب إلا بالتفريط أو التعدي. إذا فرط في استثمار المال أو تعدى بأن ترك ما كان ينبغي له أن يفعله، أو فعل ما كان ينبغي له أن لا يفعله، فهنا يسأل. أما الأمور القدرية التي لا يد له فيها فلا يسأل عنها. والمضاربة عقد جائز يمكن فسخه من أحد الطرفين في أي لحظة، إلا أن الصواب أنها تلزم بالشروع في العمل دفعا للضرر الذي يترتب على الفسخ المفاجئ. دي قضية المضاربة نقدر نفعلها في المصارف الإسلامية، في العلاقة بين المصرف وبين عملائه. ليست المضاربة وحدها الآلية الوحيدة، عندنا آلية أخرى اسمها المرابحة. البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم، فكرة الكونسبت بتاع المرابحة، البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم. صورة من صور البيع، تحل بما تحل به البيوع وتحرم بما تحرم به البيوع. إيه الصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات الجماعية المصرفية؟ المصرف يتلقى أمرا من عميله بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة، واعدا أن يشتريها منه بطريق المرابحة بعد تملكها وقبضها. فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة، ثم يبيعها إلى العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه. الشكل ده مشروع طالما، اسمع الشرط، تقع على المصرف مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت فيها شروط البيع وانتفت فيها موانع. صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول: بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور اللي هو المصرف مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. عندنا آليات كثيرة للاستثمار الصحيح النقي الخالي من الربا ومن الريبة. نحن كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. العيس الجمال تشق الصحراء تكاد تموت من العطش،
وهي تحمل الماء فوق ظهورها. لماذا يكون لنا هذا المثل؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. المكتبة الإسلامية، التراث الإسلامي، الفقه الإسلامي منجم يحتاج إلى من يكتشفه، بحر يحتاج إلى غواص ماهر لاستخراج كنوزه ولآلئه. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.